ما بين داخل الجامعة وخارجها التي يقع فيها كل خريج عادة. لإزالة هذه الفجوة كانت فكرة هذا المؤتمر منذ 13 عاما عندما كنا نقيم هذا المعرض في الدور الرابع في غرفة المعمل التي لا تتعدى عدة أمتار. أصير أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي عليه. الهدف ان احنا من هذا المعرض ان احنا نزيل الفجوه القائمه ما بين العمل الاكاديمي والشارع، اعلمكم ازاي تتكلموا بلغه الشارع، ايش المهندس ازاي يبقى برضه ما يوقعش كده كما لو كان هيقع من دور عالي الى ارض اول ما يتخرج، يلاقي الناس في الشوارع في المجال بتاعه بتتكلم بلغه وهم في وادي ثاني. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون. إلى الأبناء في هذا المقر الأدهى للوضاء والصبح الأغر ومن تداعى بهذا الملتقى بثقافة الإسلام وعلوم البشر. طيب في درجات الحراره ديجيتال كيباد كنترول باور سبلاي بقدر اوصل 20 ليد في الدايره. احنا عملنا طياره بدون طيار، احنا كلنا بنستهلك طاقه مش بنستخدمها متجدده، فاحنا حبينا نخلي الموضوع اقرب شويه للواقع. العربيه تدخل تطلع الدور اللي بعديه. سولار تراكنج سيستم، التيار بيزيد وبالتالي الاضاءه عندي هنا بتزيد وينور لوحده بالليل. اكتر من تطبيق للخلايا الشمسيه، الاشعه المضيئه عليها تحرك لي بدايه معينه وليكن 30. بننقل الصوت تحت الميه، 3 ريلي 2 موتور. بيقدر الخبير متفجرات ان هو يتحكم في الروبوت ده. تمبريتشر سنسور ويز اردوينو، يعني اكس وواي مع بعض تمام من غير اني روتيشن. صير أحسن فكم غيري وصل تماسك. أنا أتكلم عن جامعة الأقصر وأكرر وأعيد كما أكرر في كل محاضرات، أكتب على جبينكم أنا أزهري وأفخر بذلك في كل مكان تذهبون إليه من أدنى الأرض إلى أقصى. أصير أحسن. Thank you.